البيت الأبيض، على هذه الجدران تعلق مصائر الشرق الأوسط. ما إن انتخب هناك رئيس جديد قبل 4 سنوات حتى حل سريعا بالرياض، وبدأ أنه على استعداد لمراقصة أهواء المملكة جهلا أو طمعا. كان وحده الرئيس الذي سيعوضها عن جفاء سابقه باراك أوباما. لم يصدر ترامب مغادرا حتى استعجل المحاصرون ميقات ما اتضح أنه مكيدة حيكت بعناية وظلت لزمن خبيئة النوايا. أعلن بعدها بأيام حصار قطر، وقطعت الصلات، وصوبت للدوحة التهم بتمويل الإرهاب، ثم فاضت البيانات بضغائن السرائر. لم تكن تلك إلا البدائل لما منعت واشنطن وقوعها. ظهر أن المحاصرين كانوا يعدون لما هو أفدح من إيصاد الحدود وأخطر من إملاء الشروط. كانوا يدبرون لعمل عسكري ضد الدوحة. بدا الموقف الأمريكي حينها مرتبكا لا يستقر على حال واضح. الرئيس أقرب لمحور المحاصرين، فيما وزارة الخارجية والبنتاغون أبعد عن المغامرة بعلاقة مع حليف وثيق كالدوحة. أما الدوحة فقد خرجت من ضيق الجغرافيا إلى سعة العالم، لا تدفع عنها التهم فقط، بل تعدل كفة الميزان التي اختلت. وبدأت المواقف في واشنطن تعتدل. ترامب الذي لا ينصت إلا لرواية الرياض وأبو ظبي، تطرق أسماعه الرواية الأخرى. هكذا رتب لقاء بين الرئيس الأمريكي وأمير قطر. وقال ترامب في ختامه إنه جالس شريكا تجمعه به صداقة عميقة، لتنتقل واشنطن من الخصيم الذي ينتصر لأحد الخصوم إلى الوسيط الباحث عن الحلول. الحل الذي ما زال منذ 3 سنوات يستعصي على رعاته. في ظن الدوحة من يحاصرها يفاوضها على سيادة قرارها، والسيادة حرمة لا تمس. تقول إنها كما سعت للصلح استعدت أيضا للقطيعة الطويلة. وفي ظن محاصريها دولة مستقلة القرار في الجوار مبعث قلق دائم، وولاية ترامب التوقيت الأنسب لإخضاعها. لكن الفرصة تكاد تنقضي، وقد تغير في العالم الكثير ما عادت واشنطن العاصمة التي يطمئن لها المحاصرون. حصار قطر في عيونها مقامرة كحرب اليمن، وكيوم لقي صحفي أعزل حتفه في قنصلية بلاده، وكيوم ضيعت وحدة الخليج لأجل أهواء واهمة.